ماما يا ماما. ايوه يا طماطم، في ايه يا ماما؟ اصحي بقى، بابا بيقول لك امي عشان تعمل لنا الفطار. فطار ايه دلوقتي؟ بس الساعه لسه 8 الصبح. روحي نامي يا حبيبتي، روحي سيبوني اكمل نوم. عشان خاطري يا ماما، يلا بقى. وبعدين بقى يا طماطم، شويه وجايه على طول. روحي انت لبابا يا حبيبتي. ايوه انا جبت اللون خلاص. تعالي بقى يا تمتوم، انا حط لماما اللون على شعرها، ده يبقى شكلها يجنن. انا قلت لك يا ماما 100 مره غيري لون شعرك ده واعملي زي طنط علا. الله، انتي مش عايزه تغيري بقى، انا هعملها لك مفاجاه يا ماما وخلاص. يلا يا طماطم، يلا بقى يا طماطم، حط لها لون على شعرها عشان تبقى زي طنط علا. الله يا ماما، شعرك هيبقى جميل خالص. يا خبر يا طماطم، ما تتقفشي ولا ايه؟ ايه ده طمطم؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ ماما صباح الخير يا ماما، صباح الخير. صباح النور يا طمطم. ده ايه يا حبيبتي؟ ده ايه اللي على السرير ده؟ ده الوان دي ولا دي ايه؟ ايه الاصفر ده؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ شعري كله بقى اصفر، مش ممكن. انت عملتي ايه يا طماطم؟ والله يا ماما، يا خبر ابيض عليكي يا طماطم، في برضو بنت تعمل كده في مامتها وهي نايمه وانا نايمه يا طماطم. والله يا ماما شكلك حلو خالص. كنت انا قلت لك كذا مره روحي غيري لون شعرك وانت مش راضيه. بقى كده يا طماطم، بقى ده مقلب تعمليه فيه يا برضو؟ تعملي شعرك كله اصفر كده بالالوان الميه؟ ينفع كده يا طماطم؟ اعمل ايه دلوقتي؟ والله يا ماما جميل. جميل ايه بس يا بنتي؟ اقول ايه لابوكي دلوقتي؟ يا نهار ابيض، اهو جاي، اهو حد يخبيني. استخبى فين بس؟ استخبى فين؟ ازيك يا طماطم؟ الله، امال ماما فين؟ ايه يا منى، ايه اللي موقفك ورا الدولاب؟ تعالي هنا يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش حاجه يا عمر. روح انت يا حبيبي وانا هاجي احضر لك الغدا حالا. الله، تعالي يا منى، بس تعالي، عاوزك. في ايه؟ مستخبيه من ايه؟ هو في حاجه يا طمطم ولا ايه؟ ماما مالها؟ ايه يا بابا، اصل انا عملت لماما شعرها لونه اصفر وماما مكسوفه منك توريه لك. لونه اصفر؟ اصفر ايه؟ وايه اللي انت عملتيه ده يا طماطم؟ لا يا، ده انا هزعل منك بجد. تعالي يا منى، في ايه؟ حاضر، امر الله، حاضر. يا نهار ابيض، ايه اللي انت عملتيه في شعر ماما ده يا طماطم؟ ينفع كده يا طماطم؟ يا بابا ده تغيير نولوك. مين؟ نولوك. الله، نولوك ايه بس؟ ولوك ايه وعك ايه؟ ايه اللي انت عاملاه ده بس يا طماطم؟ يا خبر عليك يا منى، وانت سايباها كده تلعب في شعرك؟ لا يا عمر، لا، انا كنت نايمه. كنت نايمه. طب يلا يلا، حصل خير، حصل خير، يلا بينا بقى علشان نتغدى، انا عصافير بطني بتصوصو. حاضر حاضر. رايحه فين يا ماما؟ انا عندي مشوار مهم يا طماطم، راح اشوف حل اللي انت عملتيه في شعري ده، ما ينفعش اقعد كده ابدا. ماشي ماشي يا ماما. يلا اقعدي مع بابا وانا مش هغيب يا حبيبتي، مشواره جاي بسرعه. ماشي يا ماما، ما تاخريش يا ماما. حاضر حاضر يا روحي. ماما اتأخرت قوي يا بابا، انا زهقت من القعده لوحدي. انا معاكي اهو يا طماطم، انا معاكي، وبعدين ماما دلوقتي تيجي، ما تقلقيش. اهو الجرس بيضرب اهو، روحي يلا افتحي لماما. هي اهلا اهلا، ازيك يا طماطم؟ ازيك يا طنط، حضرتك عايزه مين؟ طنط، انا عاوزه طماطم، طمطومه. الله، انت هتعرفيني منين يا طنط؟ حضرتك مين؟ تعالي بس تعالي. الله، تعالي ندخل جوه. انت داخله بيتنا كمان؟ ايوه طبعا، امال ايه؟ ماما. الله، منى، انا اعرف منى كويس طبعا، هي بعتت لي الشنطه دي. مين دي يا بابا؟ هو انت تعرفها؟ اعرفها، استني استني كده. الله الله الله، ايه ده؟ ايه ده يا منى اللي انت عملتيه في نفسك ده؟ انت رحتي صبغتي شعرك كمان؟ ايه رايك بقى في النيو لوك ده يا عمر؟ على راي طنطن بنتي، النيو لوك فظيع، ومش بس صبغت شعري، ده انا غيرت الفستان كمان، عديت على اقرب محل جنب الكوافير وقعدت انقي بقى في كام فستان لحد ما عجبني ده وجبته. ها بقى ايه رايكوا؟ ها؟ هي فين ماما يا بابا؟ انا مش عارفه الست دي. الله، برضو يا طماطم هتقولي مش عارفه الست دي؟ انا ماما يا حبيبتي، انا ماما، ازاي مش عارفاني؟ اديني قربت منك اهو، بصي في وشي كويس.
لا لا، انت الاول كان شعرك احلى وفستانك احلى يا ماما، انا مش عايزه الشكل ده. الله، ايه يا طماطم، مش انت حبيبتي اللي لونتيني شعري وقلتي ان الشعر الاصفر هيبقى جميل عليا زي طنط علا؟ مش كده ولا ايه؟ خلاص يا ماما، انا رجعت في كلامي، انت عندك حق، كل واحد مننا ليه شكله وشكله حلو وربنا خلقه حلو. وانت رايك ايه بقى يا عمر؟ اوعى يكون رايك من راي بنتك كمان. بصراحه 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 يا منى يا حبيبتي، طمطم عندها حق، هي ليها وجهه نظر. ليها وجهه نظر. طيب خلاص، امري لله، يبقى كده راحت الفلوس اللي حطيتها كلها في شعري على الفاضي، وهرجع شعري بكره ان شاء الله، هروح تاني للكوافير واقول له يرجع لي شعري زي ما كان. يلا بقى، ما تزعلوش دلوقتي وتحسوا ان انا غريبه عنكم، ولا اسيبكم وامشي، ولا اعمل ايه دلوقتي؟ لا لا خلاص يا ماما، بس تروحي ترجعيه تاني. اكيد اكيد طبعا هرجعه تاني يا طماطم. السلام عليكم، ايه رايكم بقى؟ اظن كده كل حاجه رجعت زي ما كانت. ماما حبيبتي، حبيبتي يا طمطومه، وحشتيني من امبارح لحد النهارده. انت كمان يا ماما، وحشتيني قوي. ايه رايك بقى يا عمر دلوقتي؟ ايوه كده ايوه كده، مراتي حبيبتي رجعت تاني عوده حميده. يلا يلا، ما تبقيش تعمليها تاني يا حبيبتي. حاضر حاضر يا جماعة، خلاص ما عدتش هعملها تاني، حرمت خالص. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى إن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبولنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها، وتعملولنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت، هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة، قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.